إيطالية سمتها تورين، الراجل هاريس سماها هاريس، هاريسون سماها هاريسون، برديت جرينفيلد، برديت إيبرس الطبية اللي فيها كم وصفة طبية وتسميت بأسمائهم. فين البرديات دي؟ كلهم برا. من بضع أسابيع من أحد التوابيت اللي احنا فتحناها في منطقة سقارة، أنا هديكم وصف لكم إحساسي بس، اتلاقت حاجة كده قد الدراع كده تقريبا 36 سنتي، شكلها غريبة ما شفتهاش في حياتي. ايه يا رب المنظر ده؟ احنا والزملاء بنبص كده، لا ده بردية، بسم الله ما شاء الله، بردية كاملة انتاكت لم تمس. المهم المفاجأة بكرة ان شاء الله. المفاجأة بكرة ايه المفاجأة اللي بكرة؟ انه لما البردية طلعنا بيها طبعا على التعقيم في المتحف المصري في التحرير، تعقيم وترتيب، فالبردية الوحيدة اللي اكتشفت في مصر واستمرت في مصر، البردية الوحيدة اللي اكتشفت بأيادي مصرية، البردية الوحيدة اللي دخلت معمل التعقيم المصري واتفتحت بأيادي مصرية خالصة، مرممين مصريين، البردية الوحيدة اللي اكتشفت في سقارة، ففي أول مرة الوحيدة. واللي عملوه زمايلي لما راحوا بيها على المتحف المصري في التحرير، فالبردية الوحيدة اللي سميت باسم مصري فسموها وزيري. فسموها وزيري. ليه؟ لما سموها وزيري، والله العظيم أنا ما دفعتهم على الموضوع ده، يعني ما قلتلهمش، كانت مفاجأة بالنسبة لي. واللي غزني أو اللي يخليني أستفسر أكتر، راحوا مسمينها وزيري ون. فزيري ون ليه؟ معنى كده انه في ايه؟ معنى كده انه هيبقى فيه مفاجآت ان شاء الله هنتكلم فيها بكره باذن الله تعالى.